طبعا متحمس من عائلة. ايش سوينا؟ جينا هنا عنيمو، اذا تتذكرونه عطوا في جوجل، اقول انه المكان تقفل نهائيا، ما في احد، ما في. يلا نروح مكان ثاني. ايوه ها، فين المكان اللي رحناه؟ بالاستقبال. بس رحتك كم التذاكر؟ وهذه تذاكر الدخول. نقول بسم الله. يلا يا سلطان، شوفوا المكان نظرة عامة. طبعا أهل جدة أكثرهم يعرفون المكان. هذا هو بالضبط. يلا نائلة، عاد نرجع الحين حيقيم نائلة إذا تسبح هنا، عشان هذه شوية المنطقة عميقة. ها نائلة، نايس. يلا اسبحي ورينا. ها الشمس بدأت تغيب. طيب حبيبي نائلة حركة. حركات. يلا البنات عرفوا أولادي. طبعا من هذه الجهة منظر غير، جيت الجهة العكسية منطقة الألعاب الرملية. هذا مجانا صح؟ مجانا يلعبون طبعا بدون مقابل مالي. وين الشاطئ الرملي بس مقفلينه، قريبة من البحر. شوفوا منظر الغروب. هذه الجهة دو طبعا، هنا الأولاد الصغار مرة في المنظر. من أفضل أماكن في جدة تعتبر، من الحلو الواحد يزورها سواء عنده أطفال أو لا. هذا سلطان ونائلة. عرفت سلطان في اليوتيوب. فين دخل سلطان؟ هذا طلبنا. غميق. طب اسمع، غميق جدنا. اسمع سلطان، ايش احنا نيمو ولا هنا؟ هنا. لا نجي واحد. هذا بس. هذا؟ غميق بس. انا بعرف. يلا من هنا. نطلعوا مع بعض. لا. يلا اطلع اطلع. انت عرفت سلطان ولا نائلة؟ ها؟ عرفت سلطان ولا نائلة؟ طب ما فيش اسمك؟ رائد. رائد؟ بتنزل في اليوتيوب؟ اوكي حبيبي يلا. ايش يا بنت ابو ولد؟ خلاص كبت كثير مويه. يلا ايوه ايوه اقوى اقوى اقوى. يلا الحين فين نائلة؟ تجيك توجعك؟ اذا رحنا البيت في ولاد ابو طيب؟ شفت هنا بس يبيعوا زي المايوهات في هذه السيارات. ها سلطان بكم ايجار هذه السيارات؟ مو شغاله اليوم العياده اليوم. ما هي شغاله يا سلطان. يلا 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 خلاص سيبيها، ممنوع يقول مقفله، لازم الرجال يصلحها. ان شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسون سبسكرايب واللايك وتفعيل الجرس. تنجدي الشير وباي.
ترجمة